بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم. اليوم الثامن من رمضان، في هذا اليوم نحيي ذكرى شهداء المتاريس محمد عيسى دودو ورفاقه الميامين الذين قدموا روحهم ودماؤهم فداء لهذا الوطن ولثورته. أقدم التقرير اليومي عن اجتماعات اللجنة العليا للطوارئ. اللجنة اليوم استمعت إلى تقارير عن الإجراءات المشددة التي بدأت الشرطة والأجهزة الأمنية في القيام بها ابتداء من يوم أمس. والحقيقة كما ذكرنا أكثر من مرة أنه اضطررنا إلى تشديد الإجراءات لأنه لم يلتزم الناس بإجراءات الحظر وبالإرشادات والتعليمات التي قدمت إليهم، والتي حددت بأن الحركة يجب أن تكون في إطار الأحياء من 7 صباحا حتى 1 ظهرا، ثم بعد ذلك يلتزم الناس بالحظر الكامل. ولكن لأن الحركة ظلت متواصلة، حركة بالسيارات بالمواصلات، فقد بدأت الشرطة والأجهزة الأمنية في اتخاذ إجراءات ضد المخالفين مساء أمس. ونرجو أن الناس يتفهموا أن هذا الأمر الغرض منه المحافظة على صحة وسلامة. أيضا اللجنة العليا للطوارئ اليوم استمعت إلى تقارير من الإدارات المسؤولة في وزارة الصحة، وكانت معنية بمسألة تقديم الخدمات الصحية للأشخاص الآخرين غير المصابين بفيروس كورونا. ودي واحدة من الإشكالات اللي حدثت خلال الفترة الماضية. طبعا تم التركيز على مواجهة مرض الكورونا، وكثير من المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها توقفت عن تقديم الخدمة للحالات التي يسميها الأطباء بالحالات الباردة، ولكن مع طول المدة ظهر هناك احتياج للخدمة الصحية العادية. فأخذنا علما بالإجراءات التي بدأت فيها وزارة الصحة من أجل تجديد وتقديم الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية للمرضى العاديين غير المصابين بمرض كورونا. وتم التوجيه بأنه المراكز الصحية والمستشفيات التي ستدخل الخدمة تطبق ما طبقته بعض المستشفيات، وهو وجود مراكز للفرز قبل الدخول إلى المستشفى، يتم فيها تقسيم المرضى إذا كان من المشتبه بهم حاملي فيروس كورونا أو غيره، هؤلاء يحولوا إلى قسم بعينه، ثم المرضى الآخرين إلى قسم بعينه، حتى نتلافى مسألة الإصابات المتكررة التي صارت تصيب العاملين بالخدمة الطبية والصحية، حتى أنه خسرنا في كثير من المراكز الصحية والمستشفيات أعداد من الطاقم الطبي نتيجة أنه تعرضوا وتعاملوا مع مرضى لم يفصحوا عن إصابتهم بالمرض الكورونا، أو أن أهلهم وأسرهم لم يعلنوا عن ذلك. لذلك سيتم التشدد في عملية الفرز الأولي قبل الدخول إلى المستشفى، لكن سيتم التوسع في تقديم الخدمة الطبية لكل المرضى خلال الفترة القادمة بإذن الله. الناس طبعا معنيين جدا بمسألة توزيع الوقود والبترول، ولكن نفضل أن نترك ذلك للمختصين. أنا أقدم المهندس أيمن أبو الجوخ مدير شركة سودابيت ورئيس اللجنة المسؤولة عن توزيع الوقود والغاز. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. رمضان كريم، وتصوموا تفطر على خير، وربنا إن شاء الله يرفع عن جميع الشعب السوداني البلاء ويحفظ جميع المواطنين إن شاء الله. ندي نبذة عن موقف الوقود والغاز في البلاد. قبل الموقف نوضح الاستهلاك الكلي لكل البلاد في السودان. نحن استهلاكنا من الجازولين في اليوم حوالي 10,000 طن، 10,000 طن في اليوم لاستهلاك الجازولين لكل أنحاء البلاد بكل تخصصات، سواء كانت المركبات أو الزراعة أو الصناعة أو التعدين. والاستهلاك الكلي للبلاد من البنزين 4,500 طن في اليوم، والاستهلاك بتاع الغاز اللي هو غاز LPG، غاز البوتياس، غاز الطعام، 1,500 طن في اليوم. الاستهلاك ده مبني على كميات التي توزع يوميا، لكن بالتأكيد هو ليس الاستهلاك الحقيقي، لأنه فيه عدد كبير من الكميات المنتجة والمستوردة بيتم تهريبها عبر الحدود
وبالتالي الاستهلاك قد يكون زايد. طيب امداد البلاد من الوقود بيتم بطريقتين، اما بالانتاج من مصفى الخرطوم او بالاستيراد من الخارج. مصفى الخرطوم بتنتج 4500 طن جازولين يوميا، وبتنتج من 2800 الى 3000 طن بنزين يوميا، ومن 750 الى 800 طن غاز ال بي جي يوميا. الكميات دي متوفره لم تنقص. منذ شهر 2 حصل لها نقص في شهر 2 لما حصل العطل بتاع الخط الناقل للخام من مناطق هجليج وتمت صيانته، اللي هي دي كانت بداية الأزمة. لكن بعد صيانة الخط هذه الكمية تنتج يوميا وتوزع يوميا، ويتم سد العجز والنقص من الاستيراد الخارجي. الاستيراد الخارجي بنحتاج حسب الكميات ذكرناها، بنحتاج كميات كبيرة من الجازولين اللي هي تعادل من 4 إلى 5 بواخر في الشهر، وبتحتاج لباخرة للبنزين تكفي لثلاثة أسابيع، وكذلك 4 بواخر من الغاز الـ LPG 5000 طن كل أسبوع، أو باخرتين إذا جاءت 12000 طن أسبوع. دي إحصائيات سريعة عن الاستهلاك وما تنتجه مصفات الخرطوم. طيب الموقف الحالي، الفترة السابقة كنا نعتمد تماماً على إنتاج المصفى فقط، وبالتالي كان في شح في سد المطلوب في كل البلاد. رغم الإشكال اللي حصل داخل ولاية الخرطوم مع بداية إعلان الحظر، زي ما تم إعلانه بواسطة السيد وزير الإعلام، إنه الحظر كان مفروض يكون حظر كامل، حتى الحركة المسموح بها لحد الساعة 1 كان مفروض يكون الحركة في حدود الحي لشراء الالتزامات، وبالتالي ما كان في الحساب إنه في عربات هتكون متحركة، وبالتالي تم تحديد 9 محطات فقط للطوارئ والكوادر الطبية، بالإضافة إلى 3 محطات لشاحنات القمح والدقيق و3 محطات أخرى للزراعة. دي كانت منذ أيام الحظر الأولى اللي هو يوم 18 أبريل. فتفاجأنا جميعاً إنه الحركة كانت عادية، وإنه تكدست الصفوف في المحطات وأصبحت أزمة في ظل الأزمة اللي وزارة الصحة بتحارب فيها إنه بتمنع في التكدس، وبالتالي ما كان في فرض كامل للحظر حتى نمنع له. اضطررنا إلى زيادة عدد المحطات إلى 60، والآن عندنا 100 محطة داخل ولاية الخرطوم شغال. أكد إنه عدد 100 محطة هيكون في الموقع بتاع وزارة الطاقة والتعدين، عدد 100 محطة شغالة للوقود، فيها 22 خدمية مدعومة، فيها محطات محددة للكوادر الطبية في بحر في أم درمان وفي خرطوم، وكذلك في محطات محددة للزراعة، وفي محطات أخرى محددة لبيع السلع الاستراتيجية وللناقلات التي توزع هذه السلع. وهناك كذلك برامج سلعاتي ومعاش الناس، برضو حددنا لهم محطتين لتزويد الناقلات التي توصل السلع للمحتاجين، وتم حصر المحتاجين طبعا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والآن في أتيام شغالة في إيصال هذه المواد للمحصورين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. بالنسبة للإمداد الخارجي، أبشر الناس إنه كنا بنعتمد على إنتاج المصفى فقط، لكن بدأت ودي بداية عن طريق اللجنة الاقتصادية العليا، وفرت مبالغ ضخمة لسد احتياجات البلاد من الوقود سواء كان جازولين أو بنزين أو غاز، وبدأت هذه البواخر بالوصول، وتم استلام باخرة بنزين تحمل 32000 طن كافية لمدة 3 أسابيع. يعني باخرة البنزين اللي هي بتفرغ الآن، بدأ التفريغ من أول أمس، حس يكتمل التفريغ بياخد 3 أيام، وترحل عن طريق خط الأنابيب من بورسودان إلى مستودعات جيلي وشجرة. فدي بشر إنها كافية حتى نهاية رمضان الكريم إن شاء الله. فدي كافية لكل استهلاك السودان، كل استهلاك هتكون إن شاء الله ما تكون في مشاكل في البنزين. بالنسبة للغاز،
كان عندنا خطة لتوزيع الغاز. الغاز المصفى الخرطوم بتنتج من 750 ل 800 طن. ما كان مفروض تكون في عجز في الغاز في ولاية الخرطوم، ولكن كان بيتم تسريب كميات كبيرة جدا من الغاز للولايات، وكذلك كان في تجارة في السوق الأسود. لذلك اتخذت وزارة الطاقة والتعدين عبر لجنة الطوارئ إجراءات لضمان وصول الغاز إلى المواطن مباشرة بالاستعانة بلجان الأحياء، واللي هي لجان التغيير والخدمات في الأحياء، وطلبنا منهم بحصر كل الأسر في الأحياء واحتياجاتهم للغاز وحتى أنواع الاسطوانات بتاعتهم، وكان في اتصال مباشر معهم. والأزمة لو لاحظوا جميعا داخل ولاية الخرطوم بدأت تخف كثير جدا في الغاز. احنا كنا بنتارجتنج البلان بتاعتنا انه نوزع كحد ادنى 32 ألف اسطوانة في اليوم، وبدأنا بخطط تغطية ام درمان اولا ثم بحري ثم الخرطوم، وزادت الكميات وصلت الى 35 و 40 ألف و 45 ألف، وكذلك وصلت ابشر وصلت باخرة غاز بدأت التفريغ يوم امس، وتحمل 12 ألف طن من الغاز، وهي كافية لمدة 16 الى 17 يوم لكل ولايات السودان، والباخرة خصصت كلها جميعها للتوزيع لولايات، وبدأ التوزيع اليوم وتم نشر في موقع وزارة الطاقة الكميات التي وزعت للولايات، وستتواصل التوزيع يوميا من بورسودان للولايات ويوميا من مصفى مستودع الجيلي ومستودع شجرة داخل ولاية الخرطوم. وبالنسبة للجازولين كذلك، الجازولين هو العجز الأكبر لأنه إنتاج المصفى عبارة عن 4500 والاحتياج إلى 10000. دخلت باخرتين لكن بحجم الأولى 23 ألف طن والثانية 20 ألف طن، إننا 43 ألف طن كافية لمدة 10 أيام، لكن عن طريق اللجنة العليا اللجنة الاقتصادية العليا بيكملوا في إجراءات بواخر، عدد 3 بواخر جازولين وعدد باخرة بنزين وباخرة فيرنس وباخرة غاز إضافية بالإضافة اللي وصلوا. وبالتالي موقف مطمن المواطنين جميعا إنه موقف الوقود ماشي في تحسن، وإن شاء الله ما حيكون في معاناة في الفترة القادمة إذا دخلت هذه البواخر، وحتى بالموجود حاليا كافي لفترة يعني حتى نهاية هذا الشهر الكريم إن شاء الله. وكذلك برضو أطمن الجماهير بأن موقف الإمداد للوقود للكهرباء ماشي حسب الخطة وبكميات إضافية، وبالتالي الكهرباء حتكون مستقرة مع وجود بعض القطاعات البسيطة جدا، وهي ما مربوطة بالوقود، مربوطة ببعض الصيانات التي يجريها فرق الصيانة في الكهرباء.